بداية أتمنى كل من يسر الله له وافتتح مصيف أو مساحة أمام البحر أو مدينة صغيرة ما يسمى بالملاهي بالألعاب وبهالألعاب البسيطة، نقول يتق الله في هذه الأمانة وفي هذا الرزق الحلال وليجعله رزقا حلالا طيبا ولا يدخل فيه المحرمات. ما هي المحرمات في الألعاب؟ أنا لا أدري من أين جاء القرن أو الاقتران اللي قرنوه ما بين الموسيقى الصاخبة والميوزك وكيف ما يسموا فيها وما بين الألعاب. لماذا ناس تذهب في العالم إلى الشواطئ للاستجمام وللراحة ولسماع صوت الماء، تجد إنه أول علامات إنه يجهزوا في المصيف أكبر حجم من السبيكرات جميل. يضعوه ويضعوا فيه الفاحش، يعني هو الأغاني بالمجمل فاحشة يعني بحكم موسيقتها وبغيرها. لماذا تجعلوا في هذا المحرم؟ إن جئتم من ناحية شرعية هو محرم، إن جئتم من ناحية الرقي الخلقي الذي هو من صميم ديننا يتنافى حتى مع أمر الفسحة. هل وجدتم صراحة أثناء دخولنا لبعض هالمصايف في السنين الماضية لما نجوا نكلموهم الشباب، يا شباب لو سمحتم أعطونا دقائق نبول نصلوا، أو عفوا بالله عليكم يعني سكروها، علاش هالأصوات وهالكلام البذيء؟ تجدهم أصلا في دهون لا يعلموا عليها حتى الأسطوانة شن هي حاطها ونسيها، يعني الله المستعان. يجمعوا حريص على الفلوس وعلى الطاولات وعلى إن المظلة ما يعطيها لكش وغيره، ولكن سبحان الله الموسيقى لما تطلب منه يقول لك لا، ما هو بعض منهم يبوا الموسيقى اللي يبيها مبتلى بهالمعصية يحطها في أذنيه، لكن عش تلوته في سمع الناس، هذا على التلوث السمعي وعلى المحرمات اللي يدخلوا فيها كما أسلفنا في داخل هذا المصيف اللي العائلة تقصده. الاختلاط البشع اللي أصبح في المصايف، لعل البعض من المشاهدين يقول لك ممكن نتكلم على الخيال، يعني ويقول لك وين مصايف النساء اللي بتكون خاصه بالنساء فقط او يكتبوا لها بالعائلات، او ان مثلا مصايف للشباب، رغم انها صراحه هو العجيب يعني تجد انها مصايف يكتب عليها مصيف عائلي وفي الداخل اختلاط، يعني اختلاط، وكأن هذا الذي ليس معه عائله او الذي معه عائله اذا اختلط بالنساء الاخريات لا يسمى اختلاطا، اذا كان المراه معها رجلها مثلا خلاص هي المحرم لزوجها اصبحت هيك الايه معكوسه. هنا صار فيها صراحه، وهنا نكون من مبدا الانصاف، صار فيها ظلم للشباب، لان شباب فعلا يبحث على مصيف لا يوجد به نساء بيمشي يعوم، لان ماذا يوجد في المصايف؟ بقدره قادر تدخل السيدة المصطفى ممكن على حسن نية أو جهل، لأن حسن النية لا يعني أن المستباح، ما هو الحرام المستباح؟ تعري يصبح الحجاب إلى منتصف الذراعين، إخوتها اللي في المصيف كلها يولوا، أو الرجال اللي في المصيف كلهم يصبحوا إخوتها في الله وكلهم محارم، العباية تتنحى والجلابية تتنحى وتعوم في المية، والمية طبعا أول حاجة تنحيها الموجة هي غطاء الرأس لحكمة يعلمها الله، الله أعلم، الله المستعان. الطاولات لصيقة جدا جدا ببعض في سبيل الربح، هنا صراحة الربح الحلال حياها الله، ولكن إنها التصاق ويكاد يكدسوها فوق بعضها الطاولات والكراسي ومختلطين، الإنسان لا يجد يعني حتى متنفس أو من يتلفت، هذا أمر. الأمر الثاني نجد من الآنسات اللي طبعا البحر ماذا يعني عند للأسف من معظم العائلات، يعني عندهم الأكل والآنسات أو حديثات الزواج، وهذه النكبة الجديدة إن الآنسات يمارسوا في رياضة التمشي البطيء على الشاطئ، مستعدة تكمل شواطئ طرابلس من بدايتها من أقصاها إلى أقصاها، وهي تتمشى بهدوء ومع احترامي وسامحوني في هذه الألفاظ، البنطلون الضيق وقد رفع إلى الركبتين، يعني أصبح إزار للرجل الشاب غصبا عنه، والرجل يرى أمامه الزينة وهم يتخطفوا على دقي الشاطئ، سامحوني في هذه اللفظة، أمر لا ينبغي. العريس حديث العهد بزواج متاع يومين وثلاثة عازمينهم على الشاطئ، العروسة وين كانها مش تقعمس في جنب النساء، لا يعني تعرض في نفسها الله المستعان على الشاطئ، نحن النساء نتضايق من هذا الأمر، فما بالك الرجال أو الرجل اللي يجلس في وسط النساء كلهم يعني لبيات وخياتة، يعني ما عندهاش مشكلة. فهذه المخالفات العظيمة نسأل الله أن يتوب ويعفي على الجميع يا رب العالمين. شكرا.